أكد سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى اليمن ستيفن فاجن أن زيارته الحالية لمحافظة حضرموت على رأس وفد رفيع المستوى تأتي لإظهار دعم الولايات المتحدة للحكومة اليمنية ولمحافظة حضرموت. وأعرب السفير الأمريكي في تصريح للمكتب الإعلامي لمحافظة حضرموت أن حكومة الولايات المتحدة تلتزم بالوقوف إلى جانب الشعب اليمني الذي يمر بفترة صعبة نتيجة الحرب الحالية، وتعمل مع المجتمع الدولي لصنع مستقبل أفضل لليمنيين.